في باريس تعرضت شقة مصمم الأزياء العالمي لصعب لمحاولة سرقة في الدائرة 17 مساء الجمعة. وصلت الشرطة إلى المنزل بعد أن تلقت بلاغ من أحد جيران صعب لتتفاجأ بوجود رجل يراقب الشارع وينتظر نزول رفاق اللصوص من الشقة. طبعا كسرت قوة الأمن الباب الرئيسي للشقة بعدما تأكد وجود اللصوص وغياب المصمم اللبناني لتجد 5 أشخاص حاول بعضهم المقاومة قبل الاستسلام للاعتقال. يبدو أن هذا البلاغ جاء في وقت مثالي، إذا كانت هذه العصابة على وشك كسر خزنة مجوهرات مثبتة في الحائط. خطاك السوء يا إيلي صعب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.